كذا متابعينا الكرام، أشواطنا متواصلة، تحديات مستمرة على أرضية هذا الميدان. شوط يبدأ وشوط ينتهي بالإثارة. شوطنا هنا أيضا الثاني، في هنا أيضا انطلاقة الصعوب من مسافة كيلو ونص مباشرة مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط. هملول سهيل بن ضبون العامري على الصدارة على مقدمة هذا الشوط، يقدم لنا هملول، بينما المركز الثاني تقدم من شاهين، يقدم لنا شاهين. سعيد بن علي بن مفتاح الشامسي خذ المركز الثاني، أو هنا أيضا الحذر مبارك بن أحمد وعوان المنصوري المركز الثالث، تقدم هنا ايضا من خلال تواجد هنا ايضا مع المركز الثالث. وصول في هذه اللحظات وانطلاق وهجوم من خلال شعار سعيد بن محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري، ولكن نعود مع ابو عوان المنصوري، يقدم لنا الحذر مع البدايه الاولى. مبارك بن احمد بو عوان المنصوري على الصداره على مقدمه هذا الشوط على المركز الاول في هذا الانطلاق الكبير والإبداع المثير على البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط. وصل بن ضبون مع هملول. سهيل بن ضبون العامري خذ المركز الثاني، المركز الثالث تقدم من خلال تواجد شعار بن طويل بالمنصورية، ولكن بوعوانة راح إلى الناموس، راح إلى الانتصار. الله الله، هذا الاندفاع ولا فلا، هذا الانطلاق ولا فلا، مع هنا أيضا الحذر على البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط. ينطلق مع البداية مبارك بن أحمد بوعوان المنصورية، أول أشواط صعوب للقعدان، يقدم هنا أيضا الحذر بوعوان. أشكرك يا بوعوان على هذه المشاركة على أرضية هذا الميدان، تهانينا وناموس لمالك هنا أيضا الحذر، قدمنا الحذر في هذا الانطلاق الكبير والمثير. مبارك بن أحمد بوعوان المنصوري. المركز الثاني كان هملول سهيل بن ضبون العامري، والمركز الثالث تقدم له ناصي، قدم لنا ناصي في هذه اللحظات هنا أيضا سعيد بن محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري. هذه النتيجة، توقيتنا الزمني في هذا الانطلاق 2:10، تهانينا وناموس.